Cassian Ander. Don't matter what you tell me or tell yourself, you'll ultimately die fighting these bastards. We've chosen a side. We're fighting against the Dark. There is an organized rebel effort. Drill down and get a hunt started. Time has come to force their hand. You realize what you set in motion? People will suffer. Every day we wait, they get stronger. At what cost? Everything! Let's take them by surprise. For the greater good. Call it what you will. Let's call it war. People are standing. They're afraid. Right now, they're afraid. Wouldn't you rather give it all at once to something real? ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع مراجعة مسلسل أندر. من الممثلين اللي قاموا ببطولة المسلسل دييغو لونا وإدريا أرهونا وجينيفيف أورايلي وستيلان سكارشجارد وفورست ويتيكر، واللي شارك في إخراج المسلسل توبي هينز. بالنسبة للمخرج، فهو أخرج بعض الحلقات لبعض المسلسلات الشهيرة، أذكر منها مسلسل دكتور هو وشيرلوك وبلاك ميرور. مسلسل إندور يعتبر بريكوال أو بتقع أحداثه قبل فيلم ستار وورز الشهير روج وان، واللي كان نزل سنة 2016. اللي حابب يتفرج على المراجعات اللي كنت عملتها وخصوصا بالنسبة عالم ستار وورز، انا سايب اللينكات تحت في الديسكريبشن. الموسم الاول من المسلسل بيتكون من 12 حلقه، واول 3 حلقات نزلوا يوم 21 سبتمبر على شبكه ديزني بلس، فالمراجعه دي هتكون بالنسبه لاول 3 حلقات في الموسم. المسلسل بيبتدي وعلى كوكب مورالانا 1، وبنشوف واحد اسمه كاسيان أندر، وكان ماشي لوحده في وقت متأخر بالليل، وكان متجه لإحدى الملاهي الليلية. فبعد ما وصل ودخل المكان، ابتدى يسأل عن أخته علشان كان حد من أصدقائه بلغه إن أخته بتشتغل في المكان ده. فلما المسؤولة عن المكان قالت له إن البنت اللي بيدور عليها سابت المكان من فترة، خرج من الملهى ومشي. فلما بعد شوية عن المكان، كان في 2 من الحراس كانوا جوه الملهى، طلعوا مشوا وراه وابتدوا يضايقوه، وكانوا عايزين ياخدوا الفلوس اللي معاه. وبيبتدي احداث المسلسل. طبعا كان قرار موفق من شركة ديزني ان هم يعملوا مسلسل مخصوص لشخصية أندر، واللي كانت مثيرة للاهتمام في فيلم روج وان اللي كان نزل من 6 سنين. فدي بالنسبة لي قبل ما ابتدي المراجعة تعتبر نقطة كويسة. تاني نقطة جميلة واللي بتميز المسلسل ده، طبعا غير الاداء التمثيلي الجميل اللي شفناه في اول 3 حلقات، كانت قوة السيناريو والحوار المكتوب. ويرجع الفضل طبعا للكاتب توني جيلروي وطريقة كتابته الجميلة، علشان كل محبي ومعجبين سلسلة ستار وورز من ساعة ما ابتدت من السبعينات ولحد دلوقتي، وبرغم الحبكة الدرامية اللي كانت موجودة في قصص ستار وورز، إلا أن كل المعجبين عارفين أن السلسلة دي بتعاني للأسف من ضعف كتابة السيناريو والحوار. فلو حد مثال على كلامي، ممكن نشوف الحتة دي. ده اللي كان قصدي عليه. فالصراحة مسلسل أندور يعتبر أقوى مسلسل في عالم ستار وورز من ناحية السيناريو والحوار، واللي نقل أحداث المسلسل ككل نقلة جميلة. الجميل كمان في المسلسل ده، وطبعا ممكن معجبي سلسلة ستار وورز يختلفوا معايا شوية في الرأي ده، وهو إن أفلام ومسلسلات ستار وورز اللي فاتت برغم قوة أحداثها، إلا إن فيها جانب طفولي ولو بسيط. لكن في مسلسل أندور مفيش الجانب الطفولي ده، وبرغم إن اللي صدر من حلقات المسلسل مجرد 3 حلقات بس، لكن كان فيها كمية مشاهد درامية كبيرة، وكأن المسلسل ده فيه تون أو نظام موجه للكبار شوية. لكن الحاجات اللي ما كانتش قوي في المسلسل، أول حاجة مشاهد الفلاش باك أو المشاهد اللي كانت بتتكلم عن الماضي، برغم إن هي كانت جميلة، إلا أداء الممثل أنطونيو فينا واللي مثل شخصية كاسيان وهو صغير ما كانش مقنع بعض الشيء في أدائه. تاني حاجة ما كانتش قوي في الثلاث حلقات اللي شفتها للأسف، كانت الموسيقى، عشان ما كانتش في أحسن حالاتها الصراحة. ف
فما كانش فيها التراك او المقطع المميز زي ما احنا متعودين من سلسلة ستار وورز، الا بمجرد سماع المقطع ده بنعرف نميز مسلسل اندور عن بقية المسلسلات التانية، فللأسف النقطة دي ما كانتش موجودة. تالت حاجة ما كانتش قوي، برغم ان مدة الحلقة الواحدة تقريبا في حدود النص ساعة، الا للأسف كان فيه تطويل للأحداث وصناع العمل قدموا الشخصيات في مدة اطول من اللازم. خلاصة الكلام، التلات حلقات الاولى من الموسم الاول لمسلسل اندور تعتبر بداية قوية وروح جديدة لعالم ستار وورز. تقييمي للتلات حلقات الاولى من مسلسل اندور هو 8/10. واللي اتفرجوا على المسلسل وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب، عجبهم ليه؟ واللي اتفرجوا وما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.